إذا مرحبا بكم الكل. الزيرو ونشكره ونتمنى له الحقيقة نشكره بأنه والله أعتقد أولا عودة الكتاب إلى حياتنا اليومية هي مسألة مهمة جدا، وأيضا تعيد وتيرة الحياة إلى طبيعتها بعد غياب للحياة بمفهومها الثقافي والجماعي والإنساني مدة سنتين أو أكثر. إذن نحن في عنابة، نحن في هذه الساحة الجميلة حيث الكتاب هو العريس والمفتوح على الفضاء العام، والجمهور يعني متلاحق بشكل كبير. إذن لا يمكنني إلا أن أعبر عن سعادتي الكبيرة بهذا اللقاء. السلام عليكم. بمناسبة افتتاح الصالون الوطني للكتاب بولاية عنابة، دار العقاد للنشر والإعلام تشارك في هذا الصالون. بعد ما فاتت علينا جائحة الكورونا وكنا توخرنا شوية، ولكن هذه المرة الثانية بعد رفع الحجر مؤسسة العقاد تشارك. العام الماضي شاركنا في نفس الصالون، واليوم هي المرة الثانية التي نشارك فيها في هذا الصالون، والحمد لله. العام اللي فات شاركنا ب 23 عنوان، وبعد سنة فقط رانا نشاركوا ب 44 عنوان، عناوين مهمة جدا، عناوين ثرية، كتاب جدد، عناوين نتمنى أن القارئ يشاركنا فيها المرة هذه. وأثرت المكتبة الجزائرية بصفة عامة والمكتبة العنابية بمجال وبقيمة ثقافية وعلمية كبيرة، نتمنى أنكم تزورونا فيها. عندنا مثلا جمع الجزائر، عندنا المجتمع الجزائري، المجتمع والدولة في الجزائر، عندنا ظل الوريف، عندنا مجموعة من الكتب، منها روايات، منها دراسات، منها تاريخ، منها قانون، هذه كاملة كتب وعناوين جديدة اللي خاصة في الكتب أكتاب الشباب في مجال الشباب. طبعا الدار تدعم خاصة الشباب. عندنا مثلا صرخة أنثى وهي رواية حديثة جدا ولكاتبة شابة جدا، هي أول طبعة لها معنا، وهي أول ثاني معرض تخش به في الكتاب هذا. بالتالي الدار تاعنا راهي داعمة للشباب، والكتب تاعنا راهي معظمها وجلها كتاب شباب. نتمنى انه بقيه الشباب ينضموا لينا ويجيوا للدار، وراح يكتشفوا، حتى القارئ راح يكتشف الزخم تاع الدار تاعنا والسير والطريق اللي ماشي فيه الدار. ان شاء الله نتمنى انه يدعم وانه يلقى كما يقولوا الصدى على المستوى الوطني والمستوى الولائي في ولاية عنابة لنستمر في هذا العمل. اذا عودة الكتاب الى مدينة عنابة، عودة الجمهور الى ساحة الثورة، عودة الطلبة أيضا من الجامعات، الأبواب المغلقة والقاعات والمدرجات إلى ملامسة الكتاب من خلال هذه الطبعة الجديدة لمعرض الكتاب الوطني هنا بعنابة بعد طبعة شهر أكتوبر من السنة الماضية، وهذه الطبعة يعني حوالي 4 أو 5 أشهر بين الطبعة الأولى والثانية. الحمد لله هناك إقبال محترم لكل دور النشر التي شاركت، وهي أكثر من 20 دار نشر. مشاركتي كمثقفة طبعا تدخل في إطار تنشيط الندوات الثقافية على هامش المعرض، وكذلك استضافة بعض الفنانين هنا بدار الراسخون. بسم الله الرحمن الرحيم. بن ريسو أحمد، دار القصواء لألعاب ذكاء. احنا التخصص تاعنا دائما في الألعاب لكل الأعمار، ألعاب للذكاء، ألعاب للأطفال اللي عندهم توحد، عندهم قلة التركيز، ألعاب تاع التخصص، ووسائل للأورتوفونيين والدور الحضانة. الجديد كاين جديد كبير بزاف من ألعاب خشبية، ألعاب متخصصة لبعض المشاكل النفسية للأطفال اللي نحلوهم بالألعاب. أكيد ألعاب تربية علمية، فيها ألعاب لغوية، ألعاب حسابية، ألعاب مكانية، ألعاب جماعية، عدة ألعاب لتساعد الأطفال أن ندير لهم محل لمشاكلهم. هذه الرابعة مشاركة عندنا هنا في عنابة في ساحة الثورة.
أنا بساحة الطورة عنابة في معرض الكتاب، معكم دار الجمال للنشر والتوزيع والترجمة، تحتوي على كتب من جميع المجالات، فيها كتب علمية وكتب أدبية ونقدية وفي جميع المجالات، مع الإصدارات الجديدة لدار الجمال منها الدوال، منها عديد من يعني الكتب. مرحبا بكم عنا من عنابة وخارج عنابة، وشكرا. وانا بصفتي كإنسان مختص في العلوم، متخرج من جامعة الجزائر، عامل العلوم السياسية والعلاقات الدولية، نهتم خصوصا بالتاريخ، تاريخ العالم كامل وتاريخ الجزائر خاصة. شفت خاصة ما يهم بكثرة أداب الأطفال، كاينة بزاف أكثر من تاع المرة اللي فات. هل الكتاب في متناول يقدر يشتريه الناس الجميع، اللي يحب حاجة يحط لها الإمكانيات ينظم روحه، لكن كتاب يعجبه يروح يشرب قهوة ولا حاجة يشري كتاب خير ليه. اليوم بمناسبة الافتتاح الرسمي لمعرض الكتاب في مدينة عنابة بساحة الطورة، جينا كزوار نشوفوا نوعية الكتب، والحمد لله لقينا دور نشر جديدة يعني ما كانتش تحضر في طبعات السابقة، لقيناها اليوم كذلك كتب جديدة، مواضيع جديدة. نتمنى وهذه المبادرة تتكرر في كل مرة حتى نرجع للمطالعة وقراءة الكتب. ونشكر الناس اللي شاركت هنا، الباعة هادم ودور النشر، وإن شاء الله تتكرر هذه المبادرة تتكرر في كل مرة.